مجددا برحب فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الثاني من السياسة اليوم، وبشرفني رحب بحضرتك رئيس تحرير نيوز موقع نيوز لبنان استاذ حسين الشعيتو، وايضا حضرتك يعني الباحث في الشؤون الإقليمية. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا استاذ حسين، لندخل مباشرة يعني الى مجريات الإقليم 15 آب، هل من رهان على أي إيجابية تخلص عن هذا الاجتماع؟ وأصلا يعني السؤال، هل سيعقد على وقع التصعيد الإسرائيلي في غزة وجنوب لبنان، وأيضا يعني على وقع أنه إمكانية حدوث أي رد من جانب الجمهورية الإسلامية والمقاومة في لبنان؟ نعم، تحياتي لك. أهلا وسهلا، شكرا على هذه الاستضافة. هلأ بالنسبة لموضوع جولة التفاوضات الجديدة المنتظرة نهار الخميس، بيان المقاومة الإسلامية، يعني المقاومة الإسلامية حماس، بيّنت موقف واضح، وهو ليس كما يروج بعض الإعلام أنه رفض للتفاوض أو رفض للوصول إلى حل. هلأ بلش اليوم الصبح يعني بعض الوسائل الإعلامية يضخ أنه حماس ترفض التفاوض، حماس ترفض الذهاب إلى حل. هذا الحكي منه مظبوط، لكن حماس يعني كانت واضحة جدا، نعم كانت واضحة جدا حماس بموقفها، بأنه نحن وصلنا بالمرحلة الماضية المرحلة الأخيرة لعدة نقاط، كان من ضمنها حتى أنه المقاومة الفلسطينية وافقت على هدنة الست أسابيع ليناقش وقف إطلاق النار لاحقا مع تبادل محدود بين كل حدد وكل عدد أسرى فلسطيني مقابل أسير يعتبر مدني من المستوطنين. نعم. يعني خلال هذه الفترة، لكن رحنا على أعطوا المجال لمفاوضات أكثر لوقف إطلاق النار. لهون وصلت الأمور بوقتها، وطبعا مثل العادة نتنياهو هو متأثرا بالضغط من اليمين المتطرف بالداخل المتمثل أساسا ببن غفير وسموتريتش، طير هذه المفاوضات بالشروط يلي بعت الوفد فيها، اللي هي الشروط التعجيزية اللي هي أساس المعركة أصلا. نعم. اليوم كان بيان المقاومة الفلسطينية، بيان حماس أو موقف حماس، بأنه هيدي الآلية اللي نحن وصلنا لها، طيب اعطوها بهيدا الاجتماع أو بهيدي الجلسة أو بهيدي الجولة آليات تنفيذ على الأرض، تنفيذ فعلي مش بس كلام، لأنه خلال 10 أشهر سواء بالمفاوضات اللي عقدت بدول عربية أو دول أجنبية أو قرارات تدخل فيها الفيتو الأمريكي على مدى 10 أشهر، كان ما عم يجي من جولة المفاوضات إلا الحكي، يعني كسب الوقت وإعطاء الغطاء لمزيد من المجازر الإسرائيلية بحق أهلنا بفلسطين، هو اللي كان عم يرمي من وراها مفاوضات. أنه يلا نحن هلأ بفرض شروط مستحيلة، نعم هيدا اللي نحن رايحين هلأ مثلا على جولة مفاوضات بين جولة وأخرى وبين موفد وآخر، عفوا، وبين وفود وأخرى، بروح 3 أسابيع، شهر، أسبوعين، أكتر، تجي لمرحلة بتلاقي أنت أنه الإسرائيلي بعده ما يأخذ الغطاء، وبالرغم من هذه التصريحات الإعلامية اللي بتكون موجودة بالنسبة للمفاوضات والحزن بين قوسين الأمريكي اللي على المنابر بالنسبة للمجازر بغزة، طيب بتلاقي هذا بالتصريح الإعلامي، بتطلعي على أفعال، دعم عسكري لا متناهي، دعم مالي لا متناهي، غطاء للمجازر، وتبرير الأوقح من هيك أنه بيكون في تبرير لبعض المجازر يلي عم يرتكبها العدو، يعني خصوصا آخر مجزرة صارت من يومين، اللي هي على أساس أنه بالمنطق العقلاني إذا نحن ما رايحين فعلا على مفاوضات بعد الذروة اللي وصلنا نتنياهو بالاغتيالات، من اغتيال إسماعيل هنية بطهران لاغتيال الحاج فؤاد شكر بالضاحية، لهذا التصعيد وهو منتظر رد، هذه المجزرة يلي صارت على الفجر بالتابعين. نعم. بفلسطين. نعم. اللي أكثر من 125 شهيد، يعني المشهد كان أنه بتعرفي كانوا الشهداء عم ينقاسوا على الكيلو. يعني هيدي القنبلة اللي نزلت الجي بي يو، الأشلاء يلي عملتها قنبلة أمريكية، هيدي الأشلاء يلي عملتها زميلتنا، كانوا عم بيجمعوا فعلا، أنا عم بحكيك بيجمعوا أشلاء 70 كيلو، هيدا شخص 60 كيلو، هيدا شخص، هيك انقاسوا الشهداء، يعني عدد كبير منهم. فهذا المشهد مقابل هيدي
يعني الدعوة للمفاوضات، الدعوة للمفاوضات وكذا، انه شو عم يعني توصل يعني رسالة حضرتك يعني. ايه يعني حضرتك كأنه عم بتقول انه رسالة نتنياهو انه انا رايح بسقوف عالية لا ازال اتمسك بكل مطالبي اللي كنت قبل فيها، انه بعده بده وانه انا مستمر بقتال حماس. صح ايه. ما في هذا اللي بخليك تقول انه هذه المفاوضات هي مناورة لكسب وقت او لامتصاص يعني ردي المقاومة وايران برأيك؟ برجح الثاني. يعني مش امتصاصه. هلا شوفي المحور بالتخفيف واضح من جدا، نوعيته مثلا المحور واضح جدا بموضوع الرد. وهلا بنيجي لهذا الموضوع للاصوات اللي كانت عم تربط بين انه والله عدم الرد او صفقه على حساب الرد او غيره. نعم. هلا بنيجي لهي. نعم. ولكن الاسرائيلي اليوم واضح جدا من لما يطلع مثلا بايدن او تطلع الرئاسه الامريكيه او اي موفد يحدد مثلا انه نهار الخميس، هيدي من 4 5 ايام، انه والله ب 15 الشهر في عنا جوله جديده من المفاوضات، ونحن كنا حاسمين بالنسبه لنتنياهو بالنسبه للمجازر وغيرها، وانه هذا الموضوع لم يعد يسكت عنه. طيب بعدها بساعتين ثلاثه بيصرح نتنياهو بتصريح انه هو مستمر بالحرب لحتى تحقيق اخر هدف كان. طب انه انت عم تطلع بنفس الساعه يلي عم بتصرح فيها الرئاسه الامريكيه تعارضها، نفس الشيء بيجي الامريكي بيعطيك الخطاب على المنبر، هذا الخطاب بيكون مفاده انه يلا نحن خلص رايحين نحقق السلام بالمنطقه. ثاني يوم بتلاقي 3 مليار ونص مساعده ماليه للعتاد العسكريه وغيرها وكذا عند العدو الاسرائيلي. طب هذه اي ازدواجيه؟ اي تصرفات؟ على اي اساس المحور او على اي اساس الوفود مش عارف كيف بدي اسميها انا، الوفود اللي هلا بهيدا الاسبوع لعند الايراني ولعند حزب الله، يعني هي غير مسبوقه تاريخيه. الاتصالات والوفود يعني اكثر ما يقال عنا انه تسجل بالتاريخ، انه الجميع يعني مكاتبهم مش عم يفضوا. نعم عم بفاوضوا للتخفيف من نوعيه الرد، يعني امتصاص الرد، الذهاب الى التفاوض، خلينا نشوف ما وانه اذا نجحتوا بالدبلوماسيه لشو تردوا، خلينا كذا. طيب هذه المساعي الدبلوماسيه الهائله وهذا القوه السياسيه الكبيره وين كانت قبل ما يستبيحوا سياده طهران وبيروت؟ نعم. ضاحية بيروت الجنوبية. طيب الحكي واضح والمهنة عارفين انه هذا المحور الاساس جبهات الاسناد فيه، انه نصرة للشعب الفلسطيني، نصرة لغزة، وصار الخطاب هذا واضح ويتكرر دائما. ومن الاساس لما كانوا عم يجوا جولات متقطعة قبل، ولما اجا هوكشتاين وغير هوكشتاين، ومن زار ايران وغير ايران، كان عم يوصلوا خبر انه نحن نتيجه لسبب، لمسبب. السبب هو حرب غزه، وقفوا العدوان على غزه، فيش داعي اصلا تيجوا بمساعي دبلوماسيه لجبهات الاسناد، بتوقف تلقائيا. طب على 10 اشهر هذا الاسرائيلي عم يوصلوا هيدي الرساله من المحور كله وما عم يمشي فيها. طيب وين كانت هالمساعي الدبلوماسيه قبل ما يضرب طهران وقبل ما يضرب ضاحيه بيروت الجنوبيه؟ طيب استاذ حسين، هلا صارت المساعي الدبلوماسيه على عاتق المقاومه، يعني بيجوا بيستفزوا المقاومة بإنسانيتها، بيستفزوا المحور بإنسانيته، بيستفزوا المحور بخوفه على الناس، بيتركوا إسرائيل تعمل المجزرة، بيتركوا إسرائيل تتحكم بالعالم، بيتركوا جنون نتنياهو وجنون حكومته ياخد بالدم، يلعب بالدم، وبيجوا عند إنسانية المحور وإنسانية المقاومة يلي هي صاحبة الدم اللي سفك، إنه على حساب دمكم، على حساب اللي عم بيصير، خلونا نقطع هالأمور بلا حرب. ما لا مش هيك كمان. لانه مين قال في ثقه اصلا بالطرف المفاوض؟ طيب الامريكي اذا بيخطب هيك وبيقدم هالمساعدات ثاني يوم وبنفس اليوم، واذا نحن شايفين نتنياهو ضارب عرض الحائط كل المساعي الدبلوماسيه، طب على اي اساس الايراني او المحور او الفلسطيني بده يوثق بواسطه امريكي؟ على اي اساس؟ ما حقه ما يوثق، هو شريك بناء وليس على التجربه. ايه هو شريك، ولكن هو اللي عم بيكون صاحب المبادره والوساطه الوهميه الشكليه يلي عم تصير، على اعتبار انه يعني يملك وسائل الضغط على العدو الاسرائيلي. من وين؟ هلا نحن انتبهي، بدك تعرفي شغله، نحن مقتنعين وسائل الضغط على العدو، نحن مقتنعين تماما انه الامريكي من اول يوم اذا بده يوقف الحرب على التليفون بيوقفها. صحيح، فيش داعي لوفود.
هيدي ما بده حدا ينساها ابدا، نعم ولا حدا يصدق هذه المسرحيه تاعت الخلاف بين الاداره الامريكيه واداره العدو، وانه نتنياهو يتصرف عكس رغبه بايدن، وان بايدن وبخ نتنياهو على الهاتف، وان نعم نتنياهو لا يرى ان الاداره الامريكيه الحاليه تلبي الطموحات. هذه كلها مسرحيات إعلامية، يعني حتى ما نطلع نصدق إنه الأمريكي يعني ما بيمون على الإسرائيلي، أو إنه الأمريكي عاجز إنه يوقف الحرب إذا بده. هي أهداف مشتركة، الحرب أساسها أمريكي أصلاً، وإسرائيل هي أداة ربيبة لهذا العدوان، العدو الأمريكي بالمنطقة. هل قد هو حجم الموضوع؟ طيب لذلك لا ثقة أبداً يعني. أما هذه المسرحيات الإعلامية اللي بيعملوها يعني وكأن توزيع تقطع أدوار، الرأي العام توزيع برا، أدوار بتقطع الرأي العام أوكي. برا، بتقطع على بعض الناس اللي هن بعضهم بيصدقوهم، بتقطع على بعض الناس اللي هن أداة عندهم، ولكن عنا ما بتقطع، ما عادش تقطع يعني أبدا. من هنا يعني حضرتك ترى أنه تأخير حركة حماس بالرد على هذا البيان وهذه الدعوة هو لأنه يعني لا ثقة، وأنه يعني وكأنهم عم يستطلعوا إذا يعني هذه المبادرة وما حملها البيان كانت تحمل من الجدية والمصداقية هذه المرة. ولكن أستاذ حسين خلينا نشوف اليوم السيناريوهين. طيب بحال هذه المفاوضات نجحت يعني وبدأ المسار الدبلوماسي، صار في هذه الهدنة وبدأ المسار الدبلوماسي للتفاوض على النقاط أكثر وأكثر لتنفيذ هذه المبادرة، وبحال فشلت شو رح يكون يعني الشكل في فلسطين ولبنان؟ بحال نجحت شو رح يصير يعني اليوم؟ هلأ بعرف أنه أكيد المعطيات كتير قليلة، ما حدا عم يعرف، حتى يعني يمكن الفلسطينيين أنفسهم بيعرفوا القليل من الوسطاء الوسيطين القطري والمصري بهذا الموضوع، ولكن شو رح يكون يعني؟ خلاص هيك بقدرة قادر رح مثلا يتم تبادل الأسرى، رح تنسحب إسرائيل من غزة، رح يرجعوا النازحين على شمال غزة، ورح ترجع الأمور كما كانت قبل 27، أم شو الشكل الجديد اللي حيصير؟ وشو اللي رح ترضى إسرائيل من يملأ الفراغ مكان قواتها المحتلة بالقطاع؟ نعم. أولا ما في شيء بعد 27 بيرجع مثل ما كان قبل 27، هاي من المسلمات، سواء على الأرض أو معنويا أو تاريخيا أو مستقبليا. نعم. بالنسبة للي صار، الحدث التاريخي اللي صار ب27، وما عم ننظم شعر، هالوقائع واضحة على الأرض جدا من صمود المقاومة طول هيدي الفترة وهيدي التضحيات اللي تقدمت، ما في شيء بيرجع لقبل 27 بالنسبة لصورة الكيان، بالنسبة لهيبة الكيان، بالنسبة على الأرض لخسائر الكيان، وبالنسبة للتضحيات والقوة والتماسك اللي فرجت عنه المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد الموجودة. هيدي أول اعتبار. ثانيا رصد حركة وحدة، هيدي الحركة اللي حكت عنها نيويورك تايمز فجرا، بأنه كان هناك اجتماع مع بين ضباط بالجيش المصري وبين وزير بالسلطة الفلسطينية عند محمود عباس، دعت في الرئاسة المصرية أو المؤسسة العسكرية المصرية فتح حركة مقاومة فلسطينية فتح للانتقال إلى معبر رفح المحروق، رفح المحروق حاليا، واستلام الأمور هناك. هذا المؤشر قد يكون عابر يعني بالنسبة عند البعض، ولكن هو أساسي بالنسبة للي عم بيصير هلأ، لأنه من الواضح أنه حماس ما كان عندها مشكلة بجولة المفاوضات الماضية أنه أي فصيل أو أي مجموعة فلسطينية تستلم الأمور هناك على المعابر، والإسرائيلي كان أنه المهم هو ما يشوف حماس. نعم، وهذا اللي كان قبل 27 استاذ حسين، يعني كانت نعم كانت السلطه مع بالتنسيق مع المصريين هن اللي بنظموا هذا حركه المعبر. فهذا المؤشر هلا يعكس انه والله في شيء عم بيصير بالكواليس، معطياته بعدها خفيفه مثل ما انت قلتي، ولكن انت بتعرفي من المؤشرات يلي عم تصير. فالمؤشرات
بتوحي عادة إنه والله بالكواليس عم بيصير شيء جدي على هذا الصعيد. بس شو الثمن اللي بيخلي إيه شو الثمن بعتذر عم أقطع، بس شو الثمن اللي بيخلي العدو الإسرائيلي يعني يلبي شروط فصائل المقاومة وتحديدا حماس يعني بالانسحاب من القطاع؟ يعني شو هي الشروط برأيك؟ مثل ما يعني عم بيسربوا مثل ما عم بيسرب الإعلام العبري بأنه يمكن دخول قوات دولية عربية مشتركة إلى القطاع، وهيدا الموضوع رح ترضى به يعني فصائل المقاومة الفلسطينية؟ هلأ فصائل المقاومة الفلسطينية بالغلاف كانت موافقة على نعم قوات دولية، على قوات دولية عربية من دول معينة أبرزها الإمارات، بس بالغلاف نعم بالغلاف الفاصل يعني. هذا موضوع مطروح على الطاولة بالنهاية اليوم بالاتفاق. مثل ما المقاومة الفلسطينية عندها شروطها، الإسرائيلي له أسراه يلي هو فشل بأنه يحررهم من أيدي المقاومة الفلسطينية. نعم. له نقاط كتير كبيرة، فشل أنه يقضي على حماس كليا، فشل بكل الأهداف العسكرية اللي حطها بأول الحرب. فاليوم بعد 10 أشهر من القتال والإسرائيلي فشلان بكل هيدول، والفلسطيني وغزة يعني ما عم يطلع منه إلا أنه يزيد بالحصار عليها. نعم. وبتجويع الناس وبارتكاب المجازر. ما بالنهاية كمان المقاومة الفلسطينية مش أنه والله عندها أهلها أو ناسها أو حتى محور المقاومة ككل أنه والله طالما أنه عم يفشل العدو بالأهداف العسكرية خلينا نكمل على حساب المجازر والناس. لا طبعا هيدا اعتبار كبير موجود طبعا، بيروحوا على حل طبعا بالنسبة لهود الناس أكيد. بس مش بيروحوا على حل يستبيح هود الناس بالسياسة إذا ما قدر الإسرائيلي أنه يستبيحهم بالعسكر. طب إذا فشلت يعني السيناريو الآخر، إذا فشلت هذه المفاوضات، خليني بس اتفضل نهائية بالنسبة لهيدي الخبرية بالذات، إذا نجحت المفاوضات الإسرائيلي أكيد راح يكون عنده مثلا معبر إبراهيم يلي عم يعمله جديد، هو اللي هو بديل عن رفح، هو راح يكون مشرف عليه كليا. بالنهاية في بعض الأمور يلي ما كانت قبل 27 رح يكون عم بحققها الإسرائيلي بعد 27، ولكن هي ما بتعني إنه هو والله انتصر بهذه الحرب. وسمعناهم أصلاً من كم شهر كانوا عم يحكوا إنه استخدام عناصر من يعني العناصر الحراسة للشركات الخاصة مثل بلاك ووتر اللي مثل اللي استخدموها على العراق الأمريكيين، ممكن هيدا الموضوع بدنا نشوف كمان بس التجميلية. أما إذا فشل هذا المسار اللي هو أنا أعتقد أنه الخميس هي آخر تحدي اختبار بتلاقيه آخر نافذة للحياة الدبلوماسية بالمنطقة، لأن الوضع معش يحمل. دخلنا شو حرب يعني استنزاف، دخلنا دوامة حرب استنزاف طويلة تتدحرج الأمور يعني ضربة بضربة رد هيك تتدحرج الأمور أنه نوصل لمرحلة أوسع، لأن الوضع معش يحمل نهاية. اليوم الإسرائيلي مكركب ناطر ضربة من المحور، رد من المحور على ضرباته من إيران ومن حزب الله ومن اليمن ومن العراق، هودي 4 ردود هو بانتظارهم اليوم. المقاومة الفلسطينية الأهداف المعلنة تاعت الإسرائيلي بغزة والغير معلنة انتهت، عم بحارب الهوى اليوم يعني عم ترجع المقاومة الفلسطينية تحقق ضربات بصفوف العدو، وهو ما عنده الأهداف لأنه هو أصلاً أعلن عن انتهاء الأهداف المعلنة وغير المعلنة وفشل أنه يظهر الأسرى. لذلك رح نلاقي حالنا رايحين على تصعيد، هذا التصعيد لا يرتقي إلى كونه حرب واسعة أو شاملة أو إقليمية لحد الآن، لأنه بعد المعركة ماخذي طابع أمني عسكري. يعني بعده لما يطلع الإسرائيلي يضرب عم يطلع مثلاً بلبنان أو بغيره يستقصد هدف للمقاومة، هذا الهدف للمقاومة هو اللي عم بيكون طالع يضربه، بمقابل رد المقاومة والمسيرات والصواريخ عم تكون على قواعد عسكرية. بعده الإسرائيلي ما عم يطلع يضرب هدف مدني، ما عم يطلع يضرب محطة كهرباء، ما عم يضرب جسر، ما عم يضرب هدف اتصالات، ما عم يضرب ضرب يعني هو استباح تخطى ضرب مدنيين بهذا الكرة. بدك تنتبهي لشغلة، ما عم أقول إنه هو إنساني بهذا لا الموضوع، هذا كله لموضوع حضرتك اللي قصدك إنه عم بيروح يعني مدنيين بالضربات. نعم. ولكن هو أساس الضربة شو عم بيكون؟ يعني استهداف عناصر من المقاومة. بعده عم بيروح على معادلة فيها استهداف، يعني اللي حضرتك عم بتقول انه بعده العدو عم ينتبه له حتى يعني استهدافاته انه نستهدف طبعا نحن، لانه بعده حتى المجازر كبرى. حتى يا زميلتنا اكبر دليل انه بضربة الضاحية الجنوبية اللي استشهد فيها الحش فؤاد شكر. نعم. طلع الاسرائيلي قال انه هناك صاروخ اصاب المبنى المجاور، وهذا الصاروخ هو بالخطأ
طبعا نحن ما بنصدق انه طبعاً بالخطأ يعني، طبعاً. ولكن هذا مجرد التبرير، يعني العدو بعده مردوع من انه ينجر على اهداف مدنيه، مثل ما المقاومه حطيت له هذه المعادله، مثل ما هو ملتزم فيها نوعا ما. نعم. لذلك بعد الامور ماخذه الطابع العسكري المدني، بيصير تصعيد، بيصير ضربه بضربه، بيصير استنزاف اكبر، ولكن حرب حرب كحرب يعني بعد ظروفها مش موجوده، طالما انه هذا الطابع الامني على العسكري بالمواجهه بعده ماخذ مساره وبعده عم بيحقق يعني مفاعيله، بعده عم بيكون إلى سواء من عندهم أو من عندنا. نعم. طيب أستاذ حسين، تحدثت عن يعني كلام عن وساطات مع الجمهورية الإسلامية، شفنا يعني كان في زيارة لوزير خارجية الأردن، في اتصالات عم بتكون من قبل دول خليجية وربما تركيا مع نعم مع الجمهورية الإسلامية، مش بس أوروبية حتى. شو عم بتكون، رسائل تحذيرية أم يعني دعوات لأنه ان يكون نوعية الرد لا يسمح للعدو الإسرائيلي كمان برد مقابل، تفاديا يعني للدخول بمرحلة اسمها رد ورد مقابل؟ صح. شو عم بتكون هذه الاتصالات عنوانها؟ واكثر لا بل ابعد من ذلك. هذا ما ذكرتيه واكثر ولا بل ابعد من ذلك بالنسبة لإيران. هذا هون الجزئية كتير مهمة، وهون بالمعلومات وليس بالتحليل. عرض على إيران العودة إلى الاتفاق النووي وتحرير أصول خاصة بالأموال المجمدة والذهاب إلى مساعي دبلوماسية معينة وترتيب الأوراق بالمنطقة بعد إحلال السلام. هذا رسالة غير مباشرة مقابل شو؟ عبر إنها تضغط وسيط على مقابل أن تمتص الأمور يلي صايرة هلأ بالمنطقة. هذا أولا. ثانيا، المساعي الدبلوماسية العربية والأجنبية والدولية وغيرها كلها تدعو إيران لمحدودية الرد أو لعدم الرد اللي هو حسمه هلأ الإيراني، بنحكي عن موقفه بنرجع، أو محدودية الرد بشكل لا يسمح للعدو الإسرائيلي الذهاب إلى حرب كبيرة معش فينا ننهي توابعها. أكثر من ذلك، الرسائل أيضا والوفود يلي عم توصل لحزب الله بالنسبة لموضوع الرد اللي هي ما تجر الحرب المنطقة لحرب كبرى لا يمكن تفاديها، أيضا حزب الله عم بيقابلها بالصمت الكامل، والموقف كان هو موقف الأمين العام بأنه الرد آتي لا محال ولكن بانتظار الهدف المناسب، وكان واضح جدا بهذا الكلام سمحت السيد. إيران نفس الشيء، وهذه الردود يعني ستكون حاسمة أستاذ حسين، لأنه صح. رينا شوي تحليل أنه بيقول قد أنه إذا نجحت الدبلوماسية قد يتخلى المحور، يعني إذا أبداً. إذا كان الهدف هو وقف الحرب على غزة ونجحت هذه المسائل الدبلوماسية، يعني حققت الأهداف بالدبلوماسية، لشو هذه الردود؟ هاي أهم نقطة لازم نضوي عليها بالحلقة. تفضل. بعد عنا ثلاث دقائق خلينا بشكل تفضل. سريع نضوي على هاي النقطة تفضل. لأنه من أهم النقاط اللي حاليا على لأنه عم بيتم النقاش بهذا من أول يوم. الرد الإيراني كان واضح جدا، ورد محور المقاومة واضح جدا، الاعتداء على السيادة، على سيادة الأراضي، على سيادة العاصمة الإيرانية طهران، على ضاحية بيروت الجنوبية، موجود مقابلة معادلة كبيرة جدا على لسان الإيراني وعلى لسان سماحة السيد حسن نصر الله من بعد 2006، مش من هلأ. بالنسبة لضرب الضاحية الجنوبية، ما حدا، بس في نقطة كتير مهمة هون، ما حدا يروح يربط على الإعلام رد حزب الله، هلأ خلينا ناخد حزب الله بحيثيته اللبنانية بما أنه نحن بلبنان، ما حدا يروح ياخد بالإعلام رد حزب الله على اغتيال الشهيد فؤاد شكر. انتبهوا، لأنه هذا تمهيد للإحباط بعدين بطبيعة الرد يلي صار أنه هذا القائد. نحن ما عندنا شيء، لا الكيان ولا الأمريكي ولا ما يمثلوه ولا هذا الكوكب اللي عايشين فيه كله هني يساوي حذاء فؤاد شكر أو عماد مغنية أو غيرهم. هون بدنا ننتبه منيح. نحن الرد على اغتيال قادتنا بيكون بنجاح مشروع اللي هو إخراج الأمريكي من المنطقة وزوال هذا الكيان وتحرير فلسطين، كل فلسطين. هذا الرد، الرد بده يكون على الاعتداء على الضاحية الجنوبية يلي استشهد فيها هذا القائد الكبير. ما حدا يربط انه المقاومة او حزب الله رح تيجي ترد على قاعدة عسكرية او على غيره عشان الحج فؤاد شكر، مش مزبوط هذا الكلام ابدا، لانه هذا يؤسس على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الاعلام لاحباط بعدين انه شو طلع بيسوى عندكم هذا القائد. فهذا بدنا ننتبه له كتير كبيئة قبل هذه الصحافة الصفراء اللي موجودة. فنرجع لموضوعنا، موضوع الرد على
الاعتداءات على السيادة يلي نعم صارت من قبل العدو الإسرائيلي، مفصولة تماما عن موضوع الحرب في غزة أو غيرها. هلأ وقت انضربت القنصلية بإيران وصارت دخلت بدمشق، الوساطات على، نعم بدمشق، عفوا، بدمشق القنصلية نعم الإيرانية، وفاتت الوساطات على الخط، الإيراني انتظر شي شهر تقريبا بهجوم 13 أبريل. كان ممكن يكون عاطي مجال، لأنه كان في جولة مفاوضات بوقتها، ممكن يكون هو بينه وبين نفسه عاطي مجال ليشوف الأمور وين بدها تروح، مثل ما هلأ ممكن يكون عاطي مجال لنهار الخميس إيه، ولكن ليشوف هذه الأمور وين بدها العملية تروح. أخذت تأويلات كثير، يعني فيما البعض رأى فيها أنها رسالة إيرانية أنه انتبهوا نوصل حيث ما صح، يجب أن نصل، رأى البعض الآخر أنه يا زلمة حدا بيعطي موعد أنه بدي أضربكم صواريخ، بالعكس وحدا بيبعت صواريخ ما بيوصل نصها، يعني اللذة الفكرة وين؟ ما هو هيدا اللي بيحكي هذا الخطاب. نحن عندنا خطابنا المقابل، صحيح، انه انت اليوم متقاتل انت وشخص، خلينا ناخذها شخصيه، نحن ايه بلش متقاتل وقتنا انت يخلص، وشخص خلينا نعمل 100% محصلة اذا بعيد سمحت. عنك 1000 كيلو، نعم قلت له انا هلا ماشي بدي 8 ساعات لعندك جاي اترك كف، ماشي، استنفر الامريكي والعربي والدولي والانظمه الطيران وانظمه المضادات و و و و, و وانت عم تقول له انا هلا صرت بهي النقطه وجاي لاضربك الكف، ومشيت مشيت مشيت 8 ساعات مشيت يعني ووصلت لعنده بعد 8 ساعات وطرقته هذا الكف، كيف بتكون انه حدا بيعطي موعد؟ ما هو الموعد بحد ذاته تحجيم وتصغير لهذه القدرات ورساله اقوى. نعم بالخلاصه يا تفضل زميلتنا، الرد على الاعتداءات بمعزل عن التوقيت، بمعزل عن المقاومه او عن يمكن تكون مش إيران بالمدى سوماترا المنظور، يعني 100% يعني آت لا محال بالنسبه للاعتداء على الاراضي والسياده وليس على الاشخاص. نحن ما عندنا شخص نعم بيساوي لا امريكا ولا اسرائيل ولا كل اللي فيها، يعني ما القيمه اكبر، القيمه اكبر من هيك بكثير نعم بكثير هو بكثير. اعتداء اليوم على لذلك السياده، نعم الرد هذا رح يصير ممكن المقاومه تكون منتظره الجو العام، ولكن هذا مفصول عن ذاك كليا. وحدي شغلي وحدي بس، شغلي أخيرة، جملة أخيرة، حالي وحدي بس، حالي وحدي بس، بيطلع المقاومة الفلسطينية بتقول للإيراني نحن نطلب منكم بشكل مباشر إنه هذا الرد هلأ ينحط على جنب لنصرة لهدفنا ولأهلنا ولكذا، بطلب مباشر وشخصي وعلني من المقاومة الفلسطينية، ممكن هون تدرس هذا تدرس الوضع، هذا يعني غير هيك القوة الإسلامية الكونية كلها ما حتلغي لا رد ولا حتحد منه. يعني على كل حال استاذ حسين، يعني الخميس قريب، وخليه يعني إن شاء الله واضح طبعا، وكل واضح هذا يعني نحن لا نتمنى انه نروح على حرب، انتبهي يعني صحيح من الاول نحن واضحين، ولكن ما حدا يهول علينا ولا بحياتنا خفنا منها اذا فرضت، ويعني وقد تكون يعني من جلسات التفاوض اللي تندرج باطار الفرص الاخيره إن شاء الله لهذا يعني الصراع انزال المستمر. نتنياهو عن الشجره شهر هو الهدف الاول هلا، نعم يحققوا الامريكان وكل شيء بيخلص. نعم انا بدي اشكر حضرتك الباحث في أنا الشؤون الاقليميه ورئيس تحرير موقع نيوز لبنان استاذ حسين الشعيط، ومشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعه، الى اللقاء.